بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هو اخر فيديوهات الوحدة التاسعة، يعني اخر فيديوهات انت كده مشترك فيها لو انت مشترك في جزئية شهر خمسة بس. هنشرح ان شاء الله مع بعض سريعا كده الاوبينيون ايساي، ونبدأ نحل مع بعض السكيلز اكسرسايز ونحل الامتحان. يبقى كده انت خلصت الوحدة التاسعة يا برنس، بقالك 10 11 12 وشكرا. اول حاجة كده عايزك تفهمها ان الاوبينيون ايساي، مقال الرأي، ده هو مقال انت بتكتبه عشان تعبر عن رأيك في حاجة معينة. رأيك ده ممكن يكون عن طريق انك تظهر المميزات والعيوب. حلو الكلام. طيب المقال ده زيه زي اي نوع من انواع المقالات التانية، بيبدأ بانترودكشن وبعدين بودي وبعدين الكونكلوجن، بتبين وجهة نظرك واسبابك وتبريراتك اللي بتدعم الرأي ده. ولو في رأي ورأي معارض، فانت بتذكر رأيك والرأي التاني المعارض، الاوبوزنج اوبينيون. يعني عايز تفهم كده انك انت ممكن تستخدم سؤال بلاغي وانت بتكتب في سؤال في المقال الرأي. الحتت دي كلها كده مش مهمة ومفيش عليها اسئلة اصلا مرضية. المرضي هنا الجزئية اللي بنتكلم عليها دلوقتي دي، بيقول لك لما تقولي a further reason why، يعني سبب اضافي، يبقى انت كده بتتكلم على اديشن، اضافه. طيب ممكن كمان تستخدم from my point of view، يعني في وجهه نظري، دي بتساوي in my opinion او I think. طيب انت الراجل يجي في امتحان يقول لك ايه من دول بنستخدمه to show our opinion عشان نبين راينا، هتقول له بقى from my point of view، in my opinion، I think، اي واحده من دول، I believe، الناس دول، as far as I am concerned، الكلام انت عارفه قبل كده. طيب كلمة owing to دي معناها بسبب، زيها because of، وضيف كمان عليها انت اكيد عارف thanks to. thanks to، طيب الناس دي كلها كده معناها بسبب. لما تقول لي we can't ignore the fact that، يعني ما ينفعش نتجاهل حقيقة ان، يعني ما تنساش ان، ودي حتة مهمة وكان عليها سؤال في اللونج مان. فلما اقول لك بص، ما لا يمكن ان نتجاهل حقيقة ان عمر طالب ذكي، يعني ما تنساش ان عمر طالب ذكي. طيب the first thing to consider، اول حاجة نفكر فيها is that، هي ان. مستر هو مش كلمة consider بيجي بعدها الفعل مضاف اي ان جي؟ اه لو انت بتقولي افكر في كذا، لكن انت بتقول اول حاجه نضعها في الاعتبار هي ان كذا. طيب او first of all دي بنستخدمها لما نحب نقدم فكره مهمه. to conclude يعني ختاما بتساوي in conclusion او زي to sum up. ما تيجي نحل الاسئله كده ونشوف الراجل بيحكي عن ايه. الاصل الاسئله مالهاش علاقه بالopinion خالص. اول سؤال بنستخدم ايه؟ to show reason. reason يعني سبب. ما تيجي نشوف كده كلمه بكلمه. كلمه so that معناها لذلك، بتساوي كلمه so اللي معناها لذلك، زيها كلمه consequently، زيها برضو كلمة intern. الناس دي كلها، العيلة دي كلها كده بنستخدمهم عشان نعبر عن الريزلت. يا الراجل بيقول reason، يبقى انت بره يا حاجة. سو زي ما اتفقنا اخت الحاجة دي. although بالرغم من ان، زيها زي كلمة but، وزيها زي كلمة while، وزيها زي كلمة why list، زيها كمان زي كلمة yet اللي معناها ولكن احيانا. الكلمات دي كلها كده بستخدمها عشان اعبر عن contrast، التناقض. طب owing to بتساوي thanks، بس تو خد بالك مش فور، وكمان بتساوي بيكوز اوف، ودي بنستخدمها بمعنى لان او بسبب، يبقى بتعبر عن الريزن وشكرا. وممكن بدل الريزن يقول الراجل يقول لك كوز. تو انتروديوس، اسمع الكلام التقيل ده كده، عشان تقدم كونتراستنج اوبينيون، يعني عايز تقدم لي راي متناقض، تستخدم مين في دول بالله عليك؟ وات از مور، يعني الاكثر من ذلك، يبقى انت بتتكلم على اديشن. فيرست اوف اول، اولا قبل كل شيء، كل شيء دي في بدايه الموضوع. تو سام اب يعني ختاما، يعني في الاخر، يبقى اكيد هي اللي باقيه دي. اتس urged that او urged that، يعني معناها انه او انه مما يقال يعني. فانت ممكن تقولي بقى احمد دوت سريع، ولكن مما يقال ان هو ذكي، ان هو غبي. فانت عملت حاجتين كده، نقص او تناقض مع بعض في الايه بتاعت الان اوبينيون ايساي. وي شو ذا ان كونفينسينج اوبوزنج. بص يا باشا، ما دام انت هتشرح لي الاراء المتناقضه، يبقى الموضوع خلصان. انت هتشرح الاراء المتناقضه، انا هتشرح، وانا قايل لك قبل كده الكونكلوجن ممنوع نشرح فيها حاجه خالص، والانترودكشن ممنوع نشرح فيها حاجه خالص، والكونكلوجن حضرتك هي الاند. يبقى انت هتشرح في البودي، هتشرح المميزات والعيوب، هتشرح الافكار المقنعه اللي غير مقنعه، المهم كل ده في البودي. انهي رولز اوف رايتنج مش مطلوبه وانت بتبعت رساله لواحد صاحبك؟ انت بعت رساله لواحد صاحبك بتقول له قابلني بكره الساعه 7. يبقى انهي القواعد بقى اللي مش مطلوبه؟ القواعد الرسميه الفورمال. ما تكتبلوش ارجو من سيادتكم المقابله غدا بجواب، انت ما تكتبش لواحد صاحبك كده، انت تقول قابلني بكره الساعه 7 يا حماده. يبقى انت بتقول القوانين الرسميه مش مطلوبه لما نعمل مسجنج، نبعت رسائل على الموبايل. ان افكتيف رايتر، الكاتب الفعال، لابد ان هو ستيت زير اون اوبينيون، انه يكتب رايه اند ذن وبعدين. بص بقى واحده بواحده. رايت ا ستوري اباوتك، تكتب لي رايك واحكي لي حدوت عنه؟ لا. give persuasive examples، ادينا امثله مقنعه. to prove your opinion، عشان تثبت رايك هنفكر في دي. indicate to the topic using description، انك تشير للعنوان عن طريق انك تكتب
وصف، انت مش توصف لي العنوان. العنوان ده انت قلت لي مزايا الموبايل، يعني تفضل بقى تقول لي المزايا يعني الاشياء الحلوه، ما هو الناس عارفه مزايا يعني كده، ما تشيرليش العنوان. يتجنب الامثله والاسباب. امال انت تضحك عليا؟ طيب انت تديني امثله وتديني اسباب، يبقى الاجابه كده رقم بي. At the start of opinion، في start يعني في بدايه المقال الرأي. الانسان الشخص اللي بيكتب لازم يكتب عنوان؟ لا. رايت زديت اكتب التاريخ؟ برضو لا. تخلص من النقطه اللي انت بتحكي عنها؟ لا. يبقى state their opinion، انت لازم تكتب لي رايك. امال انت كاتب ليه؟ طيب طيب انه اساي هو رايتنج which presents the author's point of view، يبقى انت بتتكلم على راي يعني، يبقى اكيد opinion. في الكونكلوجن، in conclusion of، في ختام الاوبينيون اساي، في ختامه خالص. ريستيت ذا ثيسيس، ما انت قلت لي ريستيت، يبقى انت كده من غير ما تكمل قراءه هي دي. بتضيف تفاصيل، انت قلت لي ممنوع نشرح اي حاجه في الخاتمه. بروف ذات اور اوبينيون ازنت جود، نثبت ان راينا مش صح. امال احنا كاتبين نتعب نفسنا ليه لما هنقول للناس ان راينا غلط؟ بتكتب ليه؟ ستيت، لا ستيت دي حضرتك في الانترودكشن، يبقى الاجابه كده رقم ايه؟ 9. بقول لك تو اكسبريس اوبينيون عشان تعبر عن رأي، ممكن نستخدم التعبير اوبينيون، يبقى اي سترونجلي بليف، انا اعتقد ان، فروم ماي بوينت اوف فيو، مش عارف ايه كده، كلام كتير في الفاضي كده. الجمله دي ممكن نراها في انه مقال يا ترى؟ ما دام انت قلت لي فروم ماي بوينت اوف فيو، يبقى اوبينيون اساي، مقال الرأي. شكرا، خلصنا الجزئيه دي. ادخل بعد كده يا فندم على الامتحان اللطيف الكيوت. بقول لك a further reason، سبب اضافي، يبقى انت كده بتتكلم على addition. further بتساوي additional. طيب not to a lack of funds، في to صح، فما فيش حاجه اسمها because to، في حاجه اسمها owing to، يعني بسبب، بسبب نقص التمويل المشروع سوف لا يكتمل. the company has new procedures، الشركه فيها procedures يعني اجراءات جديده. كلمه procedures بتساوي measures، واحنا قلنا الكلام ده قبل ما الراجل يفكر يسال فيه. measures و procedures نفس المعنى. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 4، I don't understand the not of your giving your child too many، انت قلت لي of صح؟ طب ما تيجي نشوف كده، انا لا اجد ايه لاعطائك الواد فلوس كتيره. experiment يعني تجربه، تجربه experience يعني خبره، knowledge معرفه، wisdom حكمه، انا مش فاهم ايه الحكمه من انك تدي الواد فلوس كتير، يبقى wisdom. my uncle spent a long a working as a doctor، يعني عمي قضى ايه طويله في العمل ك دكتور، اكيد كارير يعني حياه مهنيه طويله. طيب ذا تايتر الكاتب ايه؟ ب 5000 تو ذا ايرث كويك فاند عشان يمول، يبقى دي مساهمه، يبقى ذا رايتر بيرسونالي كونتريبيوتد، كونتريبيوتد رقم دي، ساهم ب 5000 جنيه من نفسه كده. طيب بعد كده رقم 7، ذا فورمر وايلد مان اوف روك هاز نوت هيم سيلف از ا ريسبكتبل فاميلي مان، مان مان، بقول لك ايه، الراجل اللي كان عايش في الصخور ده اعاد تاهيل نفسه واصبح راجل عنده اسره واتجوز وعنده عيال، يبقى ري انفنتد. شي ووز اوفرد امبلويمنت، عرضوا عليها امبلويمنت يعني وظيفه او توظيف، كلمه امبلويمنت هنا معناها جوب، وظيفه. طيب زير ووز ا فاير ان ذا توي شوب، كان في حريق في محل الالعاب. اند نوت توي، توي دي مفرد، هاف عايزه بعدها اسم جمع ما دام معدود، قول عايزه بعدها اسم جمع ما دام معدود، وكذلك بوث كده كده عايز اسم جامع، يبقى افري. I have phoned three of Ali's friends، انا اتصلت بكام واحد؟ بثلاثه منهم، يبقى نيزر ولا هو نان ولا بوث ولا اول. بص يا باشا، انت تقول اتصلت بثلاثه منهم ولكن اكيد لا احد رد، ما دام لا احد من الثلاثه يبقى هتقولي نان. طب ليه مش نيزر؟ ما هو حضرتك نيزر بتيجي مع لما يكونوا اثنين، لكن نان مع اكتر من اثنين، مع ثلاثه وانت ماشي. The father talked to not of his three children alone، بقول لك الاب كلم كل واحد من العيال لوحدهم. افري يا فندم ما بيجيش معاه اوف خالص والله، يبقى انت تقول لي each of يعني تحدث الى كل واحد منهم. he is careful enough to make very not mistakes، mistakes اسم جمع يا اما a few يا اما view، يا اما few. الجمله الفيديو اللي فات انت قلت لي لا very ولا to ولا much بيجي معاهم حاجه فيها فاطلعي بره وناخد دي. I don't want to eat not of the sandwiches، انا مش عايز، يعني الجمله منفيه، فبعد اذنك انت بره لانك انت اصلا كلمه نفي وانت كمان كلمه نفي. طيب وعندي اوف، فانت كمان بعد اذنك اطلعي بره، يبقى ايزر يا فندم من غير ما تفكر وتتعب اعصابك، الموضوع محلول. بقول لك نوت بيبل، بيبل يعني الناس، استنى كده، نو وات جوب زي وونت تو دو وين زي ار ستيل ا تشايلد، بقول لك ايه في الجمله دي؟ بقول لك انه ناس عارفين ما يجب ان يفعلوا عندما يكونوا اطفالا. والله بيبل ده اسم جمع حلو. طيب people know
what jobs they want to do. لما كانوا اطفال يعني كانوا عارفين الشغلانه بتاعتهم ايه بالظبط. المهم ماتش بره، لان ماتش ده عايزه مفرد لا يعد، لوت دي ملهاش وجود، يا اما لوت يا اما لوتس اوف. ليتل ما تجيش مع الاسم الجمع اللي هو زي بيبل، يبقى فيو. ما انت عارف ان بيبل اسم جمع دايما. There are always going to be not people who think they have a new idea. بقول لك there are always، دايما في ناس، سوف، there are always going to be not people، يعني هيكون في ناس ايه فاكرين ان هم عندهم افكار كويسه. والله بيبل اسم جمع، فالوت عايز اوف، ماتش ما ينفعش مع الاسم الجمع، واني ما تنفعش مع الاثبات، يبقى سم. فدايما في بعض الناس الذين يعتقدون ان لديهم افكارا جيده. There isn't، اكيد انت هتقول اني او هتقول ماتش، واحده من الاثنين دول. طيب انا قدامي مني ورك، ما ينفعش مني اصلا از، يعني انت بتقول سلام عليكم انا عايز مفرد فانت بره، والوت عايز اوف، وفيو عايز جمع، اذا الاجابه اصبحت ماتش، الموضوع خلص. الجمله اللي بعد كده الراجل بيقول لك select the best supporting detail detail topic sentence. ده my dog is afraid of everything. الكلب بتاعي بيخاف من كل حاجه. ايه اللي يجي بعدها؟ يعني دي topic sentence، ايه اللي يجي بعدها بعد كده؟ she hides، بتخبي نفسها تحت البطين لما تفتح الميكروفون. she sleeps all day long، بتنام طول النهار، ما هي لو خايفه مش هتنام. she doesn't worry about the sound، ما بتقلقش من الصوت بتاع الفاكم اللي المكنسه. ولا she gets happy every time the doorbell، كل ما الجرس يرن تفرح. لا ده هي بتخاف، يعني معنى كده ان هي بتستخبى تحت البطاطين، متخيله كده زي ما انت كنت صغير بتستخبى من العفريت تحت البطانيه. هيجيبك يا حبيبي. A conclusion includes، الكونكلوجن اللي هي الخاتمه، بتشتمل على ايه بقى؟ A summary of main points، ملخص الافكار الحلوه الاساسيه. A new hook، الهوك حضرتك مكانه في الانترودكشن، وما ينفعش نقوله غير كده. نيو، ما فيش حاجه اسمها نيو في الخاتمه خالص. الخاتمه انت بتختم اللي انت قلته بتقوله تاني. انترودكشن، ينفع بالله عليك في الكونكلوجن نكتب انترودكشن؟ انت بتهزر. طيب ايه من دول is punctuated the correct way، يعني معموله ترقيم في الشكل السليم. يعني اول واحده the service ما اعرفش ايه كده، deals with hundreds of hundreds، حضرتك لو انت عايز تقول مئات يبقى هتروح قايل 100 وابوستروف اس. طب الوف، 1000 وابوستروف اس، يعني hundreds اللي هي رقم دي اللي فيها hundreds، دي غلط ودي غلط ودي غلط. طيب ندخل بعد قطعة. Every sport has its own unique words or sayings، لكل رياضة الكلمات الخاصة المميزة بها والأقوال الخاصة بها. One of basketball most descriptive phrases is hang time. This is the length of time a player can stay off the floor up in the air. Hang time، الوقت تعلقه في الهواء، يعني دي بتوصف الوقت اللي اللاعب بيفضل طاير بيه في الهواء. The longer he can hang، كل ما يقدر ينط لفوق ويفضل في الهواء فترة أطول. In the air close to the basket the more points he is likely to score، كل ما يحرز نقاط أكتر. Basketball fans agree that Michael Jordan the superstar of the NBA، البطل الرياضي بتاع الـ NBA، يعني ده اسم بطولة، has the longest hang time on the court، ده أول واحد وأطول واحد عمل قفزة في الملعب. He also has one of the longest lists of awards. List of awards، وده عنده واحد عنده من أكبر القوائم في الجوائز في العالم. He was named college player of the year، أنا معرفش دي ألقابه كتيرة كده، later because a two-time Olympic gold، ما يعني دي بطولات كلها حصل عليها. Top score of seven seasons، يعني حصل على أعلى سكور في seven في سبع مواسم. And the most valuable player three different times، وأكتر لاعب ذات قيمة لمدة ثلاث مرات متتابعة. مايكل بلايد جارد فور ذا شيكاغو بولز، كان بيلعب في نادي اسمه شيكاغو. هيز افريج سكور بير جيم ووز ات ليست 28 بوينتس، كان بيحرز في كل مباراه على الاقل 28 نقطه. الافريج اتندنس ات هيز جيم دبلد، الجمهور بتاعه تضاعف. فانز كودنت ويت تو سي مايكل جلايد اند هانج، الجمهور ما كانش يعني كان متحفز ومتحمس ان يشوف الراجل ده وهو بينط الاعلى ويحتفظ بالكوره. ايفن وين ذا بولز وير اون ذا رود attendance in other cities increased when Michael was in town. بقول لك كل ما يجي في مكان الدنيا كلها تتلم حواليه. مايكل soon became an idol، اصبح idol for teenagers، يعني نموذج اكيد او قدوه للتينيجرز. and a star for adults، واصبح نجم بالنسبه للمراهقين. basketball wasn't always easy for Michael، الباسكتبول ما كانتش سهله بالنسبه له. he was slow and weak in high school، كان بطيء وضعيف في المدرسه الثانويه. and he barely made them، وقل made the team، وقلما كان بيمشي مع الناس او بيلعب في فرق.
he continued developing his skills and played at University of North Carolina. بيقول لك ان هو بدأ بقى العهد بتاعه يزدهر لما لعب في جامعة كارولينا during college اثناء الجامعة. Soon he became known for his fast feet and overall speed. يعني كان بعد كده اتعرف بسرعته الخارقة، اتعرف امتى؟ لما لعب في فريق كارولينا. مايكلز personality seems to match his skills، شخصيته تتبع او ماشيه مع مهارته. He always seems happy and friendly، دايما هو ودود وسعيد. His patience with reporters and children is endless، صبره على الناس بتوع الجرايد وعلى الاطفال ملوش حل. Everyone admires the man who led the Bulls in scoring، كل الناس معجبه بيه لما هو فاز او لما قاد الفريق البالز ده في الفوز. ريبوندنج اللي هو ينطط الكرة قدامه كده، والاسيستس اللي كان بيعملها والرميات. المهم and steals even steals اللي هو يخلص الكرة من ايد اللاعب التاني. even though Michael has retired from basketball، برغم انه تقاعد من كرة الباسكت، fans still appreciate him as he makes appearances at children's hospital، الناس بتقدره الى الان لانه بيظهر كتير في مستشفيات الاطفال. و hosts fundraisers of charity، يعني بيعمل مناسبات في المنظمات الخيرية يعني، أو just shakes أو بيسلم على الناس وهو ماشي في الشارع. مايكل بيوعد إن هو keep up with his television appearances، بيوعد إن هو يفضل يظهر في التلفزيون ويعمل حركاته اللي بيعملها دي. he may star in other motion picture، ممكن هو may he may star in يعني ربما يظهر يعني في صور motion picture. مش فاهم في مين ايه اللي مقصود بالقصه دي. بيقول لك ان هو بيوعد ان هو يستمر في الظهور على التلفزيون. اند موفي جو موفي جوور موفي اللي هو الفيلم، جوورز اللي هو المشاهدين الافلام يعني الناس اللي بتروح يسمعوا الافلام يعني وكده. هوب هي ماي ستار، والناس مشاهدي الافلام بيتمنوا ان هم يشوفوا صورته على في عرض الفيلم مثلا او كده. وذر اور نوت مايكل، سواء مايكل هيشوفوه مره تانية على الشاشة ولا لا، جوردان ويل اولويز بي ريمبرد، هيفضلوا فاكرينه طول حياتهم كواحد من افضل لاعبي الباسكت في العالم. طيب اول سؤال بقى، مايكل جوردان مينلي نون فور هيز، مايكل جوردان ده معروف بشكل اساسي بسبب، تعال نشوف كده، اسيست اند ريباوندز، الاسيستات اللي كان بيعملها والريباوند اللي هو ينطط الكرة قدامه يعني، ولا هاي اي حد من الحاجات دي. هاي سكول كان درجاته زي الزفت في المدرسه. هانج تايم اون ذا كورت، هي دي وقت النطه والقفزه اللي في الهواء اللي كان بيعملها. عايز تركز عشان هو الف القطعه اسيست وهانج باونت، بس اي لاعب عليه اي لاعب في الدنيا بيعمل الحاجات دي، لكن هو كان بيمتاز بانه بينط في الهواء فتره اطول. طيب الثانيه بقى، هاو ماني بوينتس، هو مايكل ده عمل بمعدل كام نقطه؟ 28 على الاقل. طيب 22. It is easy to tell Michael was popular with the fans because كان مشهور بالنسبة للناس. بسبب إيه بقى؟ Attendance at his game doubled، الجمهور اللي في الملعب بدأ يزداد. ولا هو كان مشهور بين الجمهور بأنه بينط في الهواء، ولا هي كان attend بيحضر المنظمات الخيرية والجمعيات الخيرية. هو شخص pleasant، لا هو كان مشهور بدليل لأن الجمهور كان بيحضر له، جمهوره كان بيتضاعف. Why do you think fans believe بيسموه السوبر ستار؟ He has an impressive list of accomplishments on the court، عنده سلسلة من الإنجازات على أرض الملعب، دي صح. طب he signs every، بيصور بيمضي على الأوتوغرافات للناس، ولا بيشوفوه على التلفزيون، ولا عنده قدرة إن هو يفضل بعيد عن الناس؟ يبقى أكيد الأولى دي فعلا، إن هو كان عنده قائمة من الإنجازات المبهرة. طيب إحنا كده في رقم 24. When did Michael become known؟ امتى اصبح معروف للناس بسرعته؟ لما لعب في الجامعه دي اللي بتاعت كارولينا دي، يبقى هي دي، يبقى الاجابه كده when he played at the University of Carolina. هو طول عمره بليد، دخل الجامعه لعب في الفريق الناس عرفته. How do we know that Michael is a friendly character؟ نعرف ان شخصيه ودوده ازاي؟ كان بيكلم الناس الريبورترز والاطفال. He is patient with children and reporters، هي دي كمان. طيب الاولانيه بيحرص اهداف ملهاش دعوه بالصبر، بيشارك في التلفزيون ملوش دعوه بالصبر، ما بيساعدش الفقراء، لا هو بيساعد وسكرة، راجل محترم. 26 بيقول لك why do fans still appreciate Michael، ليه الجمهور مازال بيقدره؟ he shakes hands with the fans in the street، بيفضل يسلم على الناس في الشارع، ولا he reads stories for his fans، بيقرأ قصص، ما قالش حاجة زي كده في القطعة. طيب لكن هو قال دي فعلا. he visits the sick، بيزور الناس المرضى، يبقى كده A and C، ادي A و C، يبقى كده مظبوط. كلمة تحتها خط الكلمة idol، هذا same meaning as hero، بطل، من غير ما نكمل كده، هيرو فعلا،
ما هو ايدل يعني قدوة ليهم، يعني بطل ليهم. القطعة دي خلصت. القطعة التانية دي عشان نبقى متفقين كده رخمة وغلسة وصعب انها تيجي في امتحان ثانوية عامة بالمنظر ده، بس هنقراها. بس قبل ما اقراها كده عايزك ما تحبطش منها، لانها برضو فيها كلمات غريبة وعجيبة، وانا كمعلم لغة انجليزية فيها كلمات انا اول مرة اشوفها، فعايزك تبقى ريلاكس. والكلام ده مش اي حد هيقوله لك، كلنا هنعمل نفسنا عظماء، ولكن في كلمات انا ما شفتهاش قبل كده، بس هنتنبأ بيها وهنخمنها، وفيها كلمات تطلع صح وفي كلمات ممكن ما تبقاش صح، بس السياق هياكل معاها، وده المطلوب منك في ثانوية عامة في انك تعمله في القطعة. بقول لك ان ايريزول، اير الهواء يعني من اولها كده، ايريزول دي حاجة فيها هواء. كان كونسيست اوف ا ميتال كونتينر، بيتكون من عبوة او علبة من المعدن. وذ ا كونكيف بيس، فيها قاعدة حاجة كده. كلمة كونكيف دي معناها مقعر، بس انت لو مش عارف مقعر فمش تفرق معاك، يعني انت فهمت كده ان الايريزول ده عبارة عن حاجة، عبارة عن علبة معدنية وليها كونكيف، هنعرف بعدين كده، فيها قاعدة كونكيف يعني. The base is shaped like this، القاعدة اللي هي احنا قلنا عليها كونكيف دي بتكون بالمنظر ده عشان withstand، تقاوم the high pressure، الضغط العالي بتاع السبستانسز، المواد اللي بنحطها جوه العلبة من سيد زكين. يبقى الأريزول دي كده نفهم ان هي عبارة عن علبة. In the top of the can، في قمة الكان ده، there is a plastic nozzle، في قمة الكان في فوهة يعني بلاستيكية. connected طبعا النوزل دي معناها فوهة. connected to a veil، to a veil and a plunger، بيقول لك متصلة من القمة يعني بمكبس نارو تيوب باسس، في أنبوبة صغيرة بتمر منها almost to the bottom لحد ما توصل قاع العلبة. the can contains، العلبة بتحتوي على مواد كيميائية substances يعني هنرشها إن شاء الله مع بعضها. with a liquid known as propellant، بيقول لك بنحطها مع بعضها في سائل، السائل ده بيقول لك propellant يعني يعني سائل قابل للاشتعال او مندفع، بس هي معناها مقصود بيها سائل بيقبل الاندفاع. The propellant is unusual، ده غير عادي خالص، because it turns into gas، بتحول لغاز. when it اللي هو مين، ده اللي يهمنا بقى، البروبلنت ده عندما يتصاعد. when the nozzle is pressed، لما نضغط على الفوهة. the pressure of this gas، الضغط بتاع الغاز ده بيجبر البينت، الدهان او البولش او ايا كان اللي موجود في العلبه دي، through the hole، يمشي من الفتحه اللي عند الفوهه. it is this creates the spray، وكده بيخلق السبراي. يبقى نفهم كده ان دي معناها الرشاش او البخاخه يعني زي ما بيقولوا كده. طيب بعد كده in recent years، في السنوات اللي احنا فيها اليومين دول، العلماء اصبحوا قلقين ان بعض هذه الغازات اللي هو الغاز المشتعل ده اللي بنستخدمها في البخاخ ممكن تكون ملوثه لعالمنا، خصوصا زي بيليف ذات سام، لانهم معتقدين ان بعض من اكثر الاشياء او اكثر الغازات اللي بتستخدم في البروبلنت نون از مواد بنسميها معرفش ايه كده، مش لازم تعرفها كمان، بيختصروها بسي اف سي، may be damaging to the ozone، بتدمر الاوزون. A layer in the upper atmosphere، دي طبقة في الغلاف الجوي. The thin layer protects us from، الطبقة دي بتحمينا من الغازات الفوق من الالترا فايلت اللي هي من ال الله مذكرني الأشعة الفوق بنفسجية اللي في الشمس. If the ozone layer is badly damaged، لو طبقة الأوزون اتدمرت، it can make humans more prone to skin cancer، يعني ممكن يكونوا أكثر إيه لمرض السرطان الجلد، أكيد يعني أكثر عرضة. تعال نشوف، هنشوف هو الراجل إجابة في الآخر. scientists have developed safer، الناس العلماء بدأوا يطوروا أنواع من الغاز المشتعل ده أو الغاز التيار ده بس يكون آمن شوية. and some countries، بعض الدول حذرت استخدام ال CFC اللي هي المادة الكيميائية اللي قال عليها دي في الأريزول. أريزول كانز، العلب دي، that contain safe propellants often have ozone friendly written on them، بيكون مكتوب عليهم كده أوزون فريندلي يعني صديق لطبقة الأوزون. الايروزول كانز ار ميد اوف ايزر الومنيوم، بتتصنع من الالومنيوم او الستيل، بوث اوف ويتش اللي هما الاثنين عنده هاي فاليبل ميتالز يعني مواد معدنيه غاليه او قيمه. ذات كان بي اي بات ذات كان بي انفينيتلي ريسايكلد انتو، ممكن نعيد تصنيعها لمواد ثانيه او منتجات ثانيه. الريسايكل بروسيس، عمليه اعاده التصنيع، بتتضمن سيفلي بانكشرنج يعني ثقب العلبه دي. but if thrown in the garbage، ولكنها لو اترمت في الزباله برغم انها مثقوبه ممكن يسببوا انفجار. when crashed in the landfill، لما نرميهم على الارض ممكن تنفجر. that's why we have to be careful، لازم نكون حريصين مع البخاخات دي. while getting rid of them، لما نتخلص منهم. اول سؤال، according to the passage what should be done، ما الذي يجب ان يفعل with an aerosol
كان افتر يوزج، بعد ما نستخدمها هنعمل فيها ايه المفروض العلبه دي؟ اول واحده بيقول لك it should be thrown into the sea، نرميها في البحر. لا ما قالش كده خالص، هو قال لك احنا ممكن نرميها في الزباله فهتنفجر. it should be thrown into the garbage، نرميها في الزباله قال لك هتنفجر وتموتنا. it should be نقطعها لقطع صغيره قال لك ما هو بالرغم ان احنا ممكن نعملها كده بتنفجر لو خرمناها حتى، يبقى it should be recycled. البروبلنت اللي هو الغاز ده turns into gas when it is بيتحول لغاز لما يطلق سراحه set free when it releases يعني it is released. what is special about the propellant، ايه الخاص المميز لغاز البروبلنت؟ its withstanding pressure، ان هي بتتحمل بتحمل الضغط. لا اللي بتحمل الضغط العلبه. طب its turning into gas into gas تحولها لغاز، هو قال لك كده، قال لك ان ساعه ما يطلع بره حتى هو قال في القطعه it اللي كانت عايده على البروبلنت بتحول لغازات. why does the can base have ليه ليها الشكل ده؟ عشان اتحمل بريشر الضغط اللي فيها بريشر دي هي so it can resist، عشان تقاوم الضغط. what does the underline pronoun كلمه it بتشير لمين؟ قلنا البروبلنت، واحنا في القطعه قلنا دي واكدنا عليها. طيب كلمه برون، برون قلنا اكتر عرضه exposed، يبقى من اولها كده بالتخمين exposed يتعرض الى exposed to يتعرض الى suppose يفترض restrict يعني اللي هي restrictions القيود يعني مقيد impose يعني يفرض. That's why we have to be careful with resol cans. What is the writer's tone؟ بيقول لك عشان كده احنا لازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي. التون بتاعت الراجل meaningful يعني ذات معنى، serious يعني جاد ولا متفائل ولا cheerful مبتهج، اكيد هو جاد. Why do you think ليه تعتقد الاوزون فريندلي، ماذا تعتقد ان كلمة اوزون فريندلي means؟ معناها ان something which doesn't damage the ozone layer ما بتدمرش، بتطور الاوزون، ما قالش كده. doesn't like ما بتحبش، includes بتشتمل، لا اكيد ان هي حاجه ما بتدمرش الاوزون، يبقى كده رقم ايه؟ الترجمه الجامده جدا بتاعتنا ادي الترجمه. هقول لك مين صح ومين غلط وهقول لك ليه. الاجابه الصح هنا رقم الف، يعرف النموذج الاقتصادي الذي يحدد، طبعا احنا هنعملها كلها بالاخضر عشان ما يلخبطهاش مع الغلط، يروج لسوق او اصول تنافسيه. بص يا سيدي، اول حاجه كده كلمة أصول متنافسة اللي هنا دي غلط. الحاجة التانية يعرف النموذج الاقتصادي لأنه قال لك هنا في الجملة زي ايكونوميك موديل، هنا يعرف النموذج المالي دي بره، وهنا برضه يعرف النموذج المالي بره، وإيه كده؟ عشان كلمة متنافسة ديت غلط. طيب هنا برضه عندك كلمة يحد، المفروض يحدد عشان هو قال لك هنا determines يحدد. طيب الجملة اللي بعد كده والأخيرة اللي هي آخر واحدة 37 الإجابة الصح هنا عندي رقم سي، اللي صح رقم سي اللي هي دي. بقول لك أول واحدة كده بس الخطأ اللي فيها كالتالي، بقول لك إيه؟ الوسائل لها تأثير إيجابي، تأثير يعني إمباكت. الراجل في الجملة دي قال لك إنتراكت، راحت فين؟ بوزيتيف إنتراكت، فدي باظت. هنا ذا ميديا هاز أ بوزيتيف إنتراكت، برضه باظت. وقال لك تأثير يبقى إمباكت. ذا ميديا هاز أ بوزيتيف إمباكت صح، أون ذا تشايلد على الطفل إن سيفرال ويز، بطرق مختلفة، إنكلودينج بما في ذلك دريسنج، دريس يعني لبس، لكن هنا قال لك مخاطبه اللي هي ادرس اللي هي كانت هنا اهي، يبقى كده باظت. يبقى انت قلت لي باظت باظت باظت، يبقى الاجابه رقم سي. سؤال القطعه برضو سريعا عشان يبقى كده خلصنا المهمه على اكمل وجه، بيقول لك واي دو يو ثينك ماجويتش كولد هيم سيلف بروفيس، هو ليه ماجويتش سمى نفسه بروفيس؟ من غير ما نفكر اكيد هو سمى نفسه بروفيس بروفيس تو هايد هيم سيلف اواي فروم بيبل اند ذا بوليس، عشان يخبي نفسه من الناس ومن الشرطه. appearances are deceitful، المظاهر خداع، هنذكر دي بأكتر من شكل. رقم واحد بيب لافد استلا اولزو شي هاز نو هارت، دي رقم واحد، بيب حب استلا بالرغم انها ما عندهاش قلب. رقم اتنين مس هافيشام واز ديسيفد باي هير هازباند هوم شي لافد، مس هافيشام اتخدعت بخطيبها اللي هي حبته. رقم تلاتة ذا كورت بيليفد كومبسون اولزو هي واز ا كونفيكت، الحكومة صدقت كومبسون لما حبست ماجوتش اكتر منه يعني برغم ان هما الاثنين حراميه. الموضوع خلص وكده خلصنا الوحده التاسعه، الحمد لله رب العالمين.